هل يستدين لكي يتزوج أخرى؟ وهل يستدين لأجل العقيقة؟ أما الاستدانة الزواج فليست مشروعة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال للذي لم يجد شيئا يتزوج به، قال هل معك شيء من القرآن؟ قال نعم، قال زوجتك بما معك من القرآن، ولم يرشده إلى الاستقرار. وربما يدل على ذلك قوله تعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، وهذا الرجل عنده زوجة يستغني بها حتى يغنيه الله من فضله. وأما الاستقرار من أجل العقيقة فينظر، إذا كان يرجو الوفاء كرجل موظف لكن صادف وقت العقيقة أن ليس عنده دراهم فاستقرض من أحد حتى يأتي الراتب، فهذا لا بأس به. وأما إذا كان لا يرجو الوفاء، يعني ليس له مصدر يرجو الوفاء منه، فهذا لا ينبغي له أن يستقرض. فيه نص للإمام أحمد فيها إشياء. الإمام أحمد نعم قال يقترض يخلف الله عليه أحيا سنة، لكن يحمل كلامه على ما ذكرت على التفصيل، يعني شخصا يستطيع أن يوفي. إذا كان المعصية شيخ الطفل الأول بعد أربع أطفال الله أنعم عليه، يبتدي من الأخير الذي أنعم الله عليه، أما الأولون فقد سقطت عقيقتهم لأنهم كانوا مستدين.